السلام عليكم واش اخوتي، تحياتي لكم. فوالا خويا سهيل، مرحبا بك في كازا. يشوف عليك اليوم جا عندي خويا سهيل، تحيه للناس بني ملال كاملين، يشوف عليكم الخوت كاملين مغاربه. اخويا سهيل جا اليوم بغى ياخذ الوينر اكس، راه جينا اليوم ان شاء الله نشوفوا مع الوينر اكس، ومبقى معاه ان شاء الله تيديها في الكار ويمشي، والله يدخل عليك الصحه والسلامه والعافيه. يشوف على جميع الخوت، خليكم معايا في الفيديو. الله اخويا مهدي، الله يحفظك. هاي الوينر اكس اخوت، تدخل شوف المسائل ديالك. من اللون اللي غادي تشري؟ هذا اللون ولا المارك؟ مارك مارك. هي هذه الخوت، فوالا هذا هو الموتور اللي بغا، الوين الاس اللي بغا خويا صهيب. هي هذه ان شاء الله، اللهم يسر. خليكم معايا في الفيديو وشوفوا جميع التفاصيل ان شاء الله. تحيه خويا مروان، يتوب عليك مروان، يقضي لك لافير في مروان وشكارة. مروان الله يحفظك، حيجيب من الستيك مروان. ماشي 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 من الكبار. الله يعمرها، الله يحفظك. الله يحفظك اخوتي. الثمن ديالها راه 9500 درهم. هذاك الثمن ديالها هذوك اصحاب المليون و 40 و 30 صراحه. هذيك كبر الاس 2020. لا ما كاين كل واحد كيفاش كنهضر. انا اخويا انا كنهضر حق على اصحاب مليون و 40 و 22 جو عند مهدي. مرحبا، الله يحفظك. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك اخويا، الله يحفظك. الله عليك، الله يسهل على جميع الخوت ويسر جميع الخوت. يا رب يشوف عليك خويا سهيل. فوالا خوتي، بالنسبة للوينرز اس اللي خدا خويا صهيب، هي هادي عجبتو. عيط ليا البارح بالليل، جا عندي كازا، تلاقيت معاه في المحطة، واليوم جينا على المحل باش ياخذها. هاهي راه ان شاء الله غادي تمشي دابا. بالنسبة للفيديو ديالها غنخليه لكم في اللين في الديسكريبسيون ديال تيست رايد ديالها وديال الريفيو ديالها ان شاء الله، غنخلي لكم في الديسكريبسيون. يشوف عليكم، خليكم معايا في الفيديو اخوتي حتى نمشي مع خويا صهيب، نوصلو حتى المحطة ويمشي هو هذاك في الامان الله ان شاء الله باذن الله. فوالا خوتي، حنا دابا كنتسناو الكار. المهم هو الموتور خداه صهيب خويا، حنا حدا المحطة تولات زيان. ها هي على برا ديال المحطة، الكار يخرج على برا. فوالا خوتي، خليكم معايا حتى نحطوه في الكار ان شاء الله. وتحياتي خوت جميع الخوت، يتوب عليكم والله يسخر الجميع. خويا مهدي تبارك الله عليك اخويا، رميت راجل ودخلته للدار اخويا هاد العشية. من المحطة كانت الظروف مضطربة، مكنتش تبغيت نصور تما. كنشكر اخويا تبارك الله على حسن الضيافه وعلى حسن المعامله. صافي اخويا، رميت راه دخلت هنا. شكرا بزاف، الله يحفظك.